السلام عليكم، صباح الفل يا جماعه. طيب يا رجاله، بما ان الجو برد احنا ما عملناش حاجه للسحر، يلا بينا معانا نعمل مع بعض سحر. انا هحط يا جماعه 30 جرام من بودر السحر. اهم حاجه يا جماعه نوعيه البودر اللي انت شغال بيها، فانت لازم تجرب بودرات لحد ما توصل للتست اللي انت عايزه، يعني ما يكونش النشا فيه كتير. هو ليه طريقه اللي انت تصنعه بيها، يعني بودر السحر يا جماعه بيعتمد ان هو بيكون نشا وفانيليا، ليه طريقه وليه ريسبي اللي انت تصنعه بيها. بس انا عن نفسي بشتغل جاهز على طول، انا مش هصنع لسه سحلب يعني. تمام، هقلب السحلب كده مع اللبن شويه. بعد كده يا جماعه احط عليهم 15 جرام باودر شوكليت. ممكن تحط صوص الشوكليت بدل الباودر، بس انا عن نفسي بفضل الباودر طالما انا هشتغل حار وهشتغل اللي انا اسوي على البخار وكده، فاشتغل بالبودر احسن. واسخن يا معلم، اهم حاجه الستيم بتاعي يكون هادي، انا مش بفوم، بسخن عادي، مش عايزه يتقل مني زياده عن اللزوم. هدي الستيم واسيبه يسخن شويه. طبعا نار هادية. شوف السمك بتاعه مش تقيل قوي ولا خفيف قوي، يعني مش مهلبية بمعنى صح. بس وانزل في الكاس، شوف ان هو يتشرب يعني. غير كده احط مكسرات، شويه مكسرات. احط شويه صوص شوكليت. في ناس على فكره برضو بتعمله بالكراميل، يعني في ناس بدل ما بتحط باودر شوكليت بتشتغل بصوص كراميل. وبس كده يا جماعه، ده سحلب شوكولاته. طبعا السحلب من مشروبات الشتاء المهمه جدا. وبس كده يا رجاله، اتمنى اكون وضحت المعلومه، واللي عايز حاجه يكتبها لي في كومنت. والسلام عليكم.